هو الحديث أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلي من قبرص السيد محمد المريري مدير المنطقة العربية في أوربكس. أهلا بك محمد معنا في الجلسة الأولى. بداية سأتكلم يعني عن آخر ما وصلت إليه في تقريري الأخير عن العوائد على السندات الألمانية، نرى نوع من العودة إلى المسار الصعودي، هل هذا يعكس أنه حالة التفاؤل في أوروبا عادت لتطغى على غير على عكس ما نراه في آسيا؟ أهلا نوري، سعد صباحك والمشاهدين الكرام. بالفعل يمكن بعد 3 سنوات متتالية من الانخفاض عم نشوف ارتداد إيجابية بعوائد السندات الألمانية. هذا الشيء عم نشوف تأثيره مباشرة أيضا داعم للعملة الأوروبية الموحدة اليورو عند ارتفاعات فوق مستويات 1.20 بجلسة تداول منذ بدء جلسة تداول هذا الأسبوع. ما زالت نوع من التفاؤل، سرعة في توزيع وانتشار اللقاح يمكن على خطى المملكة المتحدة اللي كانت سباقة يمكن في سرعة انتشار وتوزيع اللقاحات في المنطقة الأوروبية. هلأ عم نشوف منطقة الإيو بالفعل عم تواكب هذه السرعة في الانتشار وتوزيع اللقاحات. يمكن بكرة الأسواق على موعد مع حدث مهم، اجتماع البنك المركزي الأوروبي، بدنا نشوف لجنة السياسات النقدية والمسؤولين عن السياسات النقدية في أوروبا كيف راح تكون ردة فعلهم تجاه هذا التحسن الإيجابي في الأرقام اللي عم نشوفه في ارتفاع في عوائد السندات خلال هاي الفترة. هل تعتقد أن صناع السياسة النقدية في أوروبا سيتريثون قليلا قبل اتخاذ أي تغير في سياستهم النقدية؟ بالتأكيد يمكن على خطى الفيدرالي ما راح نشوف أي تسرع أو أي عمليات لتبرنج خلال الفترة الحالية. ما زلنا في مرحلة خلينا نقول يمكن بدء التعافي، ما بنتصور راح يكون في تغييرات ملحوظة يمكن على برامج شراء السندات أو على الدعم النقدي المتوفر حاليا في السوق، إلا أنه بدنا نشوف اللهجة كيف راح تكون، هل راح تكون فيها أي مؤشرات نحو يمكن تحديد مواعيد معينة لاتخاذ خطوة في تغيير السياسة النقدية. طيب ماذا عن بريطانيا؟ أيضا نترقب بعض أو كلمة من محافظ البنك إنجلترا، هل سيكون ربما تغيير في اللهجة خصوصا مع هذه الأرقام وهذا الاستقرار في أعداد كورونا في بريطانيا؟ وباختصار لو سمحت. فعلا اليوم شفنا بيانات التضخم في بريطانيا اجت اقل من المتوقع بشيء قليل، قد نرى يمكن ثبات ايضا على السياسه النقديه خلال هذه المرحله. ما بنتصور انه راح يكون في اي تغييرات جذريه ما دامت ما زلنا نفس ما حكينا في مرحله بدء التعافي حتى الان حتى في المملكه المتحده. محمد المريري مدير المنطقه العربيه في اوربكس، انا اشكرك على هذه المشاركه.